أرسل لي رضوى قمر طائي تنسحب لهذا الأمر. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تلقى الفنان السلاوي هجوم كبير لعدم نشره عن الشي اللي بيصير بسوريا وتركيا. وراد الفنان السلاوي على هذا الموضوع عبر ستوري على الانستغرام، وصرح السلاوي انه هو اصلا ما بيتفاعل كتير على السوشيال ميديا بسبب مشاكل بحياته. البعض يتوقع ان الفنان السلاوي على خلاف مع الموديليانا. نمر الى قمر طائي اللي اعلنت مؤخرا انه هي راح تسافر الى لبنان، وكمان اعلنت قمر طائي انه اليوم في بوست جديد. لكن قمر طائي اختفت عن السوشيال ميديا، والواضح بسبب حزنها عن الشي اللي صار بسوريا. متى بتسافري هالأسبوع إن شاء الله؟ وبهالويت تكون عرفتوا إنه أني رح أنزل باتل ريل حلو وفيديو تيك توك، وحصلكم بوست باتل إن شاء الله، أكو فيديو يوتيوب ورا يوم الثلاثاء أو الاثنين، فوصلكم المعلومات اللي هم ما فيهم تعرفوها.